يا صباح التفاؤل وصباح السعادة. تعالوا نشوف احنا عملنا الأكلة الجميلة التحفة دي ازاي. شايفين شكلها وريحتها وطعمها فظيع كده. الفراخ شايفين معايا مستوية ازاي، تحفة تحفة تحفة. شايفين لونها، والبطاطس طعمها كان خطير جدا جدا. يا ان شاء الله كده نشوف عملنا أكلتنا الجميلة دي ازاي. نقول مع بعضينا ونشوفها عملناها ازاي. سهلة، أكلة المستعجلة، أكلة ممكن بنتك الصغيرة تخش تعملها، سهلة عليها. دلوقتي أنا معايا فلفل ألوان، ومعايا جزر مبشور وطماطمية، ومعايا كام بطاطسية مقطعاهم مكعبات، ومقطعة البصل شرايح، عايزة تقطعيه برضو مكعبات مفيش مانع. وكان عندي الفراخ مقطعاها صدرين وورك، قطعتهم عبارة عن مكعبات. الأكلة بتاعتنا شيش طاووق بس بطريقة مختلفة، مش بالطريقة العادية بتاعتنا ديت. علشان لو عندك طبعا الفراخ انا كنت متبلاها بالزعتر والفلفل الاسود والبهارات والروزميري والزنجبيل كل وليمون، طبعا عصر عليها ليمون عشان ما يبقاش فيها ريحة زفارة، طبعا احنا عارفين بنغسلها ازاي. وطماطمتين كبار مقطعاهم حوالي 4 بطاطسات مقطعاهم، وبصلتين كبار، وجزرية كبيرة مبشورة، وحوالي 3 قرون فلفل ألوان. طبعا لو انت عندك كتف أو ورك وأولادك نفسهم ياكلوا شيش طاووق ومش هيكفي عدد أسرتك، ممكن تعملي لهم الشيش طاووق بالطريقة دي، هتكفيهم وتقضيهم، وهتبقى أكلة جميلة كاملة ومتكاملة من كل العناصر. لان لو ما عندكيش الا ورك اعمليه، عندكيش الا كتف اعمليه، وهتبقى اكله جميله. وشيش طاووق برضو نفس الطعم، كانت نفس الطعم وكل حاجه، بس مختلفه شويه ان احنا حاطين فيها جزر وحاطين فيها طماطم وحاطين فيها بطاطس، بس كانت بصراحه فظيعه. انا دلوقتي عملت لها فحمايه علشان وهي نيه طبعا كل الخضار واللحمه بتاعتي مش مستويه، طبعا المسامه بتاعتها كلها متفتحه، فهتاخد ريحه الفحم اسرع. هنا كده خلاص كانت الفحمه بتاعتي خلصت، وهبتدي بقى اقلب كل الحاجات الجميله دي مع بعضيها. طبعا انا مملحه الفراخ، فطبعا لازم املح الخضار بتاعي، فهحط له ملح وفلفل اسود بس، لان بقيه التوابل هياخدها من الفراخ. بس بصراحة كانت أكلة جميلة جميلة وعجبت الولاد قوي، وما فرقهاش عن الشيش طاووق اللي هو في السياخ. جميلة جميلة. ممكن عايزة تعمليها بدل الصينية في جريل، تعمليها في الصينية زي ما أنا عملتها، في طاجن زي ما أنت حابة، واللي تقدري تعمليه فيها. بس جميلة قوي 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 بصراحة، كانت جميلة تعتبر أكلة اقتصادية. لو ورك فرخة هحط لها طبعا معلقة سكر، لو ورك فرخة أو كتف فرخة هتعملي بيه. دلوقتي كده قلبتها كويس، وبعدين حطيتها في الصينية اللي هسويها فيها. عندك زبدة حطي، عندك سمنة حطي، عندك زيت حطي، المتاح عندك حطي عليه. وهحط لها حوالي 2 معلقة دبس رمان. افرضي ان انا ما عنديش دبس رمان مفيش اي مشاكل، هحط لها 2 معلقة بابريك تلونها، بتبقى جميله في اما تخش الفرن. عايزه تسويها في الفرن تسويها، عايزه تسويها على البوتاجاز سويها. لو انت هتدخليها الفرن طبعا هنحط عليها ورقه زبده وبعدين الورق الفين، وادخلها الفرن في الرف الوسطاني، وبعد كده ما بتاخدش وقت. عايزه تسويها 3/4 سوا على البوتاجاز وتدخليها الفرن بعد كده، دخليها. عايزه تسويها كامله على البوتاجاز سويها براحتك، وبعد كده تحطيها تحت الشوا. انا كده طبعا هحط عليها، انا حطيت عليها بصراحه زبده، الزبده اديتها طراوه وطعم خطير خطير بصراحه، كانت جميله قوي قوي وتحفه. كده خلاص انا هحطها على البوتاجاز. لو انت عايز تحطيها على البوتاجاز زي كده اعمليها، انا حطيتها على البوتاجاز. اول ما غليت وطيت عليها شعله بسيطه قوي مع نفسها، وبعد كده حطيتها في البوتاجاز والشوايه زي ما انتم شايفين جمال الصينيه. انا كده برضو ما اكتفتش بالفحمه قبل السوى، عملت لها برضو فحمه تانية بعد السوى، كانت فظيعه فظيعه. جربوا الطريقه دي كده ان شاء الله هتعجبكم قوي 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 باذن الله. ما شاء الله اللهم بارك. وعملت جنبها رز بسمتي.
عايزه تعملي بقى جنبيها رز بسمتي اعملي، عايزه تعملي رز عادي بشعريه، عايزه تعملي حبه وحبه براحتك، عايزه تاكليها في عيش بحب زي ما انت عايزه. بس بصراحه كان جنبيها الرز البسمتي تحفه وجميله، وطبق سلطه مع طبق ترشي كانت جميل كده. خلاص خدت ريحه الفحم، وهبتدي كده بقى نغرفها ونشوف جمالها وطعمها. يا ريتكم كنتوا معايا شفتوا طعمها كان فظيع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. شايفين جمالها تفتح النفس ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. جربوها ولادنا الصغيرين اللي نفسهم ياكلوا شيش طاووق وبياخد معاهم وقت، اعمليه بالطريقه دي هتلاقيه تحفه، ما تفرقوش عن اللي هو في العيدان الخشب. ما شاء الله اللهم بارك جمالها ما شاء الله.